أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم الأستاذ محمد باشا من LED Domain. أهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك، تحياتي أستاذ. بداية أستاذ محمد، نورتنا ببرنامج، وبالبداية نتمنى تعرفنا المزيد عنك وعن بداياتك مع LED Domain. LED Domain كانت هي فكرة، جتني الفكرة من فترة طويلة في العمل في مجال الإنارة بسبب المشاكل اللي كنا نعانيها دائما بعد توريد المشاريع. وهذا تفاجأنا انه لما اللايتات تتعطل ما لها حل. هي عموما لما اجت لما اجى الاي دي ونزل ما لها حل، خلص اللايت بيصير للكب، ايام بيكون ثمنه غالي جدا، وتجي انت اليوم تشيله وترميه، هذا موضوع خطر جدا للمستقبل. اجتني الفكرة انه ليش ما نلاقي طريقة نصلح هالجهاز الإنارة هذا. وسبحان الله اخذت القرار ودخلت المغامرة هاي، وكانت بداية حلوة كتير. كتير من شركات الحكومة استقبلتها برحب صدر رحب، وخلتني اكمل مشوار انه انت اليوم كيف تقدم خدمة ما هي موجودة، فكرة مش موجودة، توفر على المكان اللي انت عايش فيه في هالبلد الامارات هاي. وسبحان الله اليوم نحن مهمتنا بالشغل انه بيجينا لايت اجهزة انارة بقلب المي اللي مركبة في اي مكان، بيجي على الشركة ناخد هالجهاز الانارة منفكه منشوف سبب عطله، ليش اتعطل، نسأل على عمره طبعا حسب نوع الايتم، ان كان ذو جوده سيئه او ذو جوده عاليه، نحن بنحاول نشوف شو مشكلته ليش ضرب اللايت. وطبعا مع المهندسين الحمد لله، الله بعث لي مهندسين شغالين في هذا وتعلموا المصلحه بطريقه صح. صرنا نلاقي العزر اول شيء، نوجد العزر، بعدين نجيب قطع ونغير القطع الداخليه كامله ونرجع لايت جديد. وسبحان الله الفكره اوجدت طلب بكل مكان. اليوم نحن بنشتغل مع كافه الدوائر الحكوميه في الامارات، لكن مش نحن مباشره، عن طريق مندوبين من الشركات، يعني شركات تجاريه اللي كانوا يشتغلوا مشاريع اليوم شغلتهم يروح يجيبوا لنا اجهزه اناره، ونحن علينا انه نعمل لهم صيانه كامله. وطبعا اليوم طلع نعطي مثال، جهاز اناره في قلب الماء حقه ما يقارب 10,000 درهم، احترق هذا كان للكب، كان يجي لعنا نغير القطع اللي هي مضروبه ونغير الدي سي فولتج للقطع لانه محل ما نعرف السبب، وما تكلف القطع 600-700 درهم انكترت. هي عم بحكي على اغلى ايتم، وارخص ايتم ايام ما بتكلف 10 دراهم. بس نحن اليوم شو اوجدناه مع التصليح؟ اللي اوجدناه مع التصليح انه نحن صرنا نركب اخر تقنيه الاناره اللي هي متعلقه بموضوع اللومن بير واط، يعني بدل ما كان يصرف اللايت 10 واط صار يصرف 4 واط او 5 واط بسبب تقدم التكنولوجيا. طبعا كله كان اول السي ار اي اللي هو شده حقيقه الضوء 60 و70 القديم و50، اليوم كله بنركبه 90 لانه هذا كله بياثر على جسمنا. لذلك نحن مهمتنا انه اليوم بهالشركه هاي اللي فتحناها انه نعطي خدمه ونوفر على البلد اللي نحن عم ناكل منه. وطبعا مع الوقت وتفاجأنا انه السوق صار يطلب منا شغلات زياده، يعني كان يجيبوا قطع جديده منشان نبدل القطع الداخليه ونحط لهم قطع ذو جوده عاليه، اخذ الثقه منا السوق. وهي الفكره يعني لما شفت السوق هيك لقيت انه لا، نحن في عنا نقدر نعمل شيء ثاني. صرنا نجيب قطع خاصه للسوق بحيث سهله الصيانه في المستقبل. اليوم يعني قطعة الإنارة لما بتكون متوفرة ممكن تعيش عند العميل أكثر من 20 سنة، بس بيحتاج لتبديل شيء بسيط وهو ممكن في إيده يبدله. يعني أوجدنا شيء إنه العميل نفسه يقدر يبدله كأنه لمبة، ما بقى بحاجة يكب الجهاز الإنارة أبداً. هذا فقط منشان يكون في استدامة، الاستدامة هي عنواننا وهو اللي ماشيين عليه. صار عندنا منتج إنارة من إندور لأوتدور. أوجدنا خدمة إنه كيف اليوم نحن نقدر نوفر في هذا المنتج الطاقة للعميل، كيف نقدر
نعطي سوليوشن للديمينج، وهو هذا معضل كل الهوم اوتوميشن طبعا، معضل كل كل شخص بيشتغل في الهوم اوتوميشن. وقدرنا نوفر السعر، يعني صار عندنا جوده، صار عندنا كواليتي، وصار عندنا انه استدامه، انه اللايت خلص راح العمر كله مع العميل. استاذ محمد، في ظل المنافسه الشديده في دوله الامارات، كيف تميزتوا عن غيركم بتقديم هذه الخدمات؟ نحن طبعا تميزنا نوفر المنتج اول شيء واهم شيء، لانه الشركه انبنت على هذا الاساس انه سهل الصيانه. الصيانه اليوم لما المنتج بيخرب طريقته كثير سهله، حتى العميل نفسه يقدر يبدل ويصلح في ايده بدون ما يروح لاي مكان. طبعا ثاني تميز السعر. ثالث تميز صحيه الضوء، لانه الهيلثي اللي بيقدم لنا اياها الضوء ما بتاثر على نفسيتنا، الا بتعطينا نفسيه بوزيتيف. الله يقدمنا فيه اكثر واكثر. استاذ محمد، بعد النجاح الرائع اللي حققتوه والسمعه الحلوه اللي كسبتوها في الماركت، شو خططكم وشو رؤيتكم المستقبليه للشركه؟ رؤيتنا المستقبليه، نحن على طبعا في دراسات عم تقوم في الشركه انه كيف نقدر نوجد منتج نخدم فيه الامارات العربيه، متعلق في اناره الشوارع بالذات. طبعا اناره الشوارع مثل ما لكم شايفين اللون الاصفر الحلو، هذا بصرف كهرباء جدا كبيره، ولحد الان للايدي ما قدر يوصل لها المنتج. حاليا نحن مع خبرتنا وصلنا المنتج مع شركات المانيه، وصار جاهز اليوم انه نقدر نبدل اناره الشوارع تطلع نفس اللون الاورنج اللي بيعطي حلاوه هذا، وبيوفر في الكهرباء ما يقارب 60-70% مع اليوم المنتج القديم الموجود في اناره الشوارع. طبعا هذا مهم جدا، لانه اليوم بتحكي انت اناره الشوارع بتحكي مئات الالاف من اجهزه الاناره مع مصروف كهرباء عالي. اليوم انا اذا قدرت انزل الكهرباء توفير الصيانه مع نفس اللون مع نفس هذا مع لأكثر من 70%، أنا بكون هذا الإنتاج قدمته خدمة هدية من شركة LED دومن لشعب الإمارات الطيب. أستاذ محمد، كرائد أعمال وصاحب خبرة في مجال البزنس وكساكن في دولة الإمارات، شو تنصح أي حد عنده طموح يأسس عمله الخاص داخل الدولة؟ أي إنسان، طبعاً هي بعد خبرة السنين اللي قضيتها في الإمارات وكنت خايف أخذ الخطوة، ما حدا يخاف. أول شغل يكون عندك الثقة في نفسك إنه مشروعك ناجح. لو ما معك في جيبك درهم، أنا أحد الناس، أنا لما فتحت الشركة لا أملك على شيء أبداً، اليوم الحمد لله رب العالمين بدون ما نحكي، لكن لا تخاف، قوم افتح مشروعك، خسر ما خسر لا تيأس. لو مين من كان عارضك قول يا ربي مشروعك، بس أهم شغل يكون عندك ثقة في النفس وعندك هدف، والهدف هو مسمى، لتحقيقه عليك السعي. وبنصح أي إنسان عنده الفكرة ما عنده المصاري لا يأكل هم، يقوم يطلع. أنا اشتغلت في البيت، اشتغلت تحت الدرج أول ما فتحت الشركة هي، أنا إنسان لحالي، قمت في الشركة. اليوم بملك على ما يقارب 50-60 موظف، وما يقارب عنها 7000 آيتم موجود عندي، وعمر الشركة 4 سنوات. لذلك بنصح الجميع اللي بيآمن في أي إنسان مؤمن بفكرته ينطلق. أستاذ محمد، بالنهاية بدنا نعرف ليش اخترت دولة الإمارات لتأسس فيها عملك الخاص؟ دولة الإمارات أول شغلة، نحن لما انتقلنا من بلادنا لهون ما انتقلنا لسبب، أنا طبعا صار لي 20 سنة ما انتقلت لسبب كبير، كان انتقلت إنه بدي أتعرف على بلد جديد بس. لكن أول ما دخلت على بلد الإمارات حبيت الشعب، فيهم طيبة، حبيت القانون الذي يحكم الجميع، لقيت انه هذا المكان عن جد ملائم انه اكمل مشواري فيه في الحياه. في اللي عنده خطه، في خطط كثير كانت موجوده والحمد لله مع الوقت، طبعا بالعشرين سنه اي انا طبعا خططي كانت تتطور اول باول، لقيت انه هو المكان المناسب انه اثمر في هذا البلد. وطبعا بنشكر نحن شعب الامارات وبنشكر الحكومه لانه هيئت لنا الفرصه انه نحن نقدر نعمل شيء، لانه بغير مكان كان صعب انه اعمل هي الخطه اللي انا عملتها هون.
وشكرا جزيلا. بالنهاية أستاذ محمد بدنا نشكرك وتخبرنا وتخبر جميع المشاهدين عم يتابعونا حاليا كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع الإيدي دومين. الإيدي دومين موجود الموقع في الجوجل، موجود ويب سايت عنا طبعا، أي واحد أو بكتب ريبيرينج تصليح إنارة على الجوجل مباشرة تطلع الإيدي دومين. نحن موجودين عنا 24 ساعة سيرفيس يردوا على الناس. طبعا الخدمة مش فقط في الإمارات، موجودة في حاليا بالسعودية وموجودة في قطر الحمد لله رب العالمين. في أي وقت بس يكتبوا الإيدي دومين بالجوجل تطلع لهم الإيدي دومين. شكرا جزيلا أستاذ محمد باشا، نورتنا ببرنامج وبتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا على الفرصة اللي أعطيتونا إياها وخليتونا أطلع معكم بالتي في. أنا كتير ممنون لكم ومتمنى أنه نتقابل مرة ومرتين وثلاثة وأربعة. شكرا جزيلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. شكرا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.